بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب به للشيخ العالم المحقق أسامة السيد محمود الأزهري، نفعنا الله بعلومه في الدارين ووفقه فيما أقرنا الله به وألقنا حجته. كان بيتكلم في مفهوم الوطن، لأن هم تملي يقول لك ديني وطني. فهمت ازاي؟ يعني أنا ماليش وطن، أنا حيثما يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا هو ده إيه وطني. فكانوا إيه ينكروا مفهوم الوطن، وبالتالي يعتبر الوطنية نوع من الوثنية، إنك تحب بلد. لا، تحب ربنا بس. طب بس أنا غصب عندي، ربنا جعلني عندي انتماء لبلدي اللي أنا عشت فيه. فهمت ازاي؟ ده غصب عندي. أنت عايز تخليني أخرج من فترة، دي فترة ربنا فطرني عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب مكة، اتولد فيها وعاش فيها. فهمت ازاي؟ فبيقول هنا مقارنة بين الصورة المشوهة للوطن في عقلية التيارات الإسلامية وبين الصورة الصحيحة للوطن في الفكر الإسلامي وعقلية الأزهر الشريف. أولا، صورة الوطن في ذهن التيارات الإسلامية. قامت التيارات والجماعات الإسلامية في 80 عاما الماضية بصناعة فكر سقيم تحاول فيه أن تستخرج وتصنع تصورا عن عدد من المسائل والقضايا الكبيرة، رغم افتقاد تلك التيارات للأدوات الصحيحة في فهم الشرع، بالإضافة إلى جو نفسي متأزم ومختنق ومتوتر سيطرت عليه أزمات انهيار الخلافة الإسلامية واحتلال فلسطين والضغوط النفسية للسجون، فتولد عندهم فقه في غاية التشوه جعل الصورة المستقرة في أذانهم لعدد من القضايا والمسائل صورة منحرفة ومختزلة ومبتورة. ومن تلك القضايا الحساسة والخطيرة التي صنعوا فيها صورة معكوسة ومشوهة قضية الوطن. فلو أننا قمنا بالغوص داخل عقل تلك الجماعات ورأينا المفردات والمكونات التي تصنع صورة الوطن في أذهانهم، لوجدنا صورة مركبة من عدد من المبادئ الغريبة، حيث تتركب صورة الوطن داخل تلك العقلية من عدد من الأمور، وهي تتمثل فيه والمجتمع الذي يسود فيه هذا المنهج، وهي تتمثل في أن الوطن حفنة التراب لا قيمة لها. من عدد من الأمور وهي الوطن حفنة التراب لا قيمة لها. حب الوطن انفعال بشري سخيف عليك أن تقاومه. رفض فكرة الوطن لأنها في نظرية مقابل الخلافة أو الأمة. الأوطان حدود جغرافية صنعها الاستعمار فلا نحبها ولا نتعامل معها. الأوطان هي المساكن التي ترضونها والتي ذمها الله. ليس في الشرع آية ولا حديث تدل على حب الوطن. الحديث المتعلق بحب النبي لمكة فيه خصوصية لمكة، فلا نقيس بقية الأوطان عليه. وهذا تعليق سريع على كل فكرة، ننتقل بعده إلى جولة في كلام العلماء الكبار من المفسرين والمحدثين والفقهاء والأولياء والأدباء التي نرى فيها مقدار رعاية الشرع الشريف لفكرة الوطن، وكيف أن الشرع غرس في نفس الإنسان حب وطنه وزكى فيه دوافعه الفطرية النبيلة في الانتماء للأوطان وحبها والدفاع عنها، حتى أشار الشرع الشريف إلى نبل انتماء الإنسان لوطنه في عدد من الآيات والأحاديث النبوية. يقول سيد قطب في الظلال رحمه الله: إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته، ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة الله فيه، وأرضه التي يدفع عنها هي دار الإسلام. اللي هي ميدان رابعة، اللي هو إيه؟ ميدان رابعة يا سيدي. فهمت إزاي؟ والنهضة هو ده بقى وطنه. نسيوا مصر كلها، أصبح الدين كله هو ميدان رابعة. احرق مصر كلها لو خدت مني ميدان رابعة. غباوة. وأرضه التي يدافع عنها هي دار الإسلام. ليه؟ لأن في ميدان رابعة كانوا يقيمون شعائر الإسلام، أما في باقي الوطن المصري لا شعائر ولا أذان ولا صلاة ولا بتاع، لأن كل دول كفار، صلاتهم مش مقبولة، أذانهم مش مقبول، دول كفار مجرمين، إحنا بس اللي نعرف ربنا. شفت الاعتقادات الغريبة؟ فاعتقدوا أن ميدان رابعة ده هي البقعة اللي بيقام فيها شرع الله. حاجة غريبة. وأرضه التي يدفع عنها هي دار الإسلام التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحياة، وكل تصور آخر للوطن
هو تصور غير إسلامي تتضح به الجاهليات ولا يعرف الإسلام. كل ده كلامه يعني. كلام البعيد. لأنه هو بعيد فعلا. بعيد عن الفهم الصحيح. فهمت إزاي؟ ويرى بين تلك، بيقول لك برضو إيه؟ ويرى بين تلك القمة السامقة والسفوح الهابطة صخورا متردية هنا وهناك من الدهاء والمراء والسياسة والكياسة والبراعة والمهارة ومصلحة الدولة ومصلحة الوطن ومصلحة الجماعة إلى آخر الأسماء والعنوانات. فإذا دقق الإنسان فيها النظر رأى من تحتها الدود، يعني العفن. ويقول أيضا إن الناس يقيمون لهم اليوم آلهة يسمونها القوم ويسمونها الوطن ويسمونها الشعب إلى آخر ما يسمون، وهي لا تعد أن تكون أصناما غير مجسدة كالأصنام الساذجة التي كان يقيمها الوثنيون، ولا تعد أن تكون آلهة تشارك الله سبحانه في خلقه وينذر لها الأبناء كما كانوا ينذرون للآلهة القديمة. كلام غريب الشكل. أنا بستعجب إزاي كتبوا، يعني إزاي لقين وطوعته يكتب الكلام ده. بيقول برضو والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية الوطن الإسلامي يغضون من شأن المنهج ويعتبرونه أقل من الموطن. وهذه ليست نظرية الإسلام إلى هذه الاعتبارات، إنها نظرة مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي. فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه والمجتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي. أما الأرض بذاتها فلا اعتبار لها ولا وزن. التعليق ليعلق على الكلام ده الشيخ أسامة يقول هذا تصوير اختزالي للوطن، حيث إن الوطن في الحقيقة ليس حقن التراب بل هو شعب وحضارة ومؤسسات وتاريخ وانتصارات وقضايا ومكانة إقليمية ودولية وتأثير سياسي وفكري في محيطنا العربي والإسلامي ورجال عباقرة صنعوا تاريخ هذا الوطن في مجال العلم الشرعي. مش كده وبس، وأقربك كمان، مش شعب بس، ده أبويا وأمي وإخواتي وعمي وخلاتي، هو ده الوطن بلدي. فهمت إزاي؟ فإزاي إن كل ده ما انتميش ليه؟ فهمت بقى إزاي؟ ولا إحنا عايشين في الهوى؟ ده إحنا كلنا من نباته، يعني اختلط ترابه بينا، هو النبات ده طالع من التراب وشربنا من ميتها، يعني إحنا جسمنا ده لو عصرته يطلع تراب مصر ونهر النيل. فهمت ازاي؟ فازاي انك انت عايز تتملص من هذا كله؟ فشيء عجيب يعني. وفي التاريخ الوطني الحافل بالنضال حماية هذا الوطن، وفي التاريخ الاقتصادي والتاريخ العسكري والدبلوماسي والادبي والفني وغير ذلك من المجالات التي نبع فيها العباقره من ابناء هذا الوطن. فتجاهل كل هذه المكونات كان لازم اسامه يضيف الاهل، لكن هو جايبها من وسط الشعب يعني. لكن الاهل مهم، القرابه، صلة الرحم، أصل من أصول الدين صلة الرحم والقرابة. فتجاوز كل هذه المكونات التي تصنع مفهوم الوطن واختزالها في حفن التراب نمثل عقوقا وطنيا. ومش كده وبس، وعقوق للقرابة، عقوق للرحم، وفهما مختزئا ومشوها وتحقير لأمر عظيم. ثانيا، حب الوطن انفعال بشري سخيف لابد من المقاومة والبراءة منه مثل ميل الإنسان للمعاصي. بيعتبر حبك لوطنك ده إن ده عبارة عن شهوة خفية عليك إنك أنت تقاومها ولأنها معصية. حاجة غريبة الشخص. التعليق، هذا فهم سقيم وخلط غريب بين المشاعر الخبيثة الآدمة التي أمرنا الله تعالى أن نتنزه ونتسامى عليها وبين المشاعر النبيلة والدوافع الفطرية الراسخة التي اكتفى الله تعالى بها واعتمد الشرع على شدة ثباتها في النفس الإنسانية، وأنه بسبب استقرارها وثباتها في النفس فإن الشرع لا يحتاج إلى تقنين تشريع له، لأن دوافع الطبيعة تكفي لتوجيه الإنسان فيها إلى المسار الصحيح. ومن هذه الدوافع النبيلة الانتماء والوفاء للوطن. وهذا المعنى قد أشار إليه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، حيث قال في الكتاب الوسيط في فقه السادة الشافعية: ولكن في بواعث الطباع مندوحة عن الإيجاب، لأن قوام الدنيا بهذه الأسباب وقوام الدين موقوف على قوام أمر الدنيا ونظامها لا محالة. فهذا هو العقل المنير الذي استنار بنور الشرع وفهم عن الله مراده، واهتدى إلى أن الشرع يكتفي في عدد من المسائل
بثبات دوافع الطباع، فلا يأتي فيها الشرع بتشريع أو أمر معين. يعني هو ليه ربنا ما قالش لأبوك وأمك عملوا ولادك كويس، لكن خلى الابن قال له إيه وبالولدين يحسنوا؟ لأن الطباع فطرت إنه لازم يحسن لأبنائه، فمش محتاج توصية زيادة، طبعه هيخليه يحسن لأولاده، يرفق عليه. هي بتبقى المسألة. فأحيانا يكون الطبع والفطرة التي خلقها الله الناس عليها مفطورين على شيء معين، فلا يستحس الشرع بأوامر لأن هم هيعملوها بالسجية بالفطرة. فهمت بقى؟ ومن هذه الأمور التي ينتجها الطبع السليم حب الوطن والانتماء إليه والوفاء له. وقد روى الدينوري في كتاب المجالسة من طريق الأصمعي قال: سمعت عربيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه. ومن العجيب أن سيد قطب يقر بهذا الشعور الفطري النبيل فيقول: إن هاجس الأسى لمفارقة الوطن هو الهاجس الأول الذي يتحرك في النفس التي تدعى للهجرة، ومن هنا يمس قلوبهم بهاتين اللمستين بالنداء الحبيب القريب: يا عبادي، وبالسعة في الأرض إن أرضي واسعة. وينقل عن أحد العلماء قوله: والنحلة تجد خليتها مهما طمست الريح في هبوبها على الأعشاب والأشجار. كل دليل يرى وحاسة العودة إلى الوطن الذي هي ضعيفة في الإنسان، ولكنه يكمل عتاده القليل منها بأدوات الملاحة، ونحن في حاجة إلى هذه الغريزة وعقولنا تسد هذه الحاجة. ويقول عن سيدنا موسى: لماذا عاد وقد خرج من مصر طريدا؟ قتل قبطيا فيها حين رآه يقتتل مع إسرائيلي، وغادر مصر هاربا، وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب ألوانا، حيث وجد الأمن والطمأنينة في مدين إلى جوار شعيب صهره أو سهره الذي آواه وزواجه إحدى المتاجر. إنها جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستارا لما تهيئه لموسى من أدوار. وهكذا نحن في هذه الحياة نتحرك، تحركنا أشواق وهواتف ومطامح ومطامع وآلام وأمان، وإن هي إلا الأسباب الظاهرة للغاية المضمرة والستار الذي تراه العيون اليد التي لا نرى تراها الأنظار ولا تدركها الأبصار، يد المدبر المهيمن العزيز القهار. يبقى هو يعترف بالوطن وانتماء الإنسان ليه في مواضع، ويكفر به في مواضع، متناقض. وهذا التناقض سيمة أهل الزيادة، عندهم تناقض لا ينظر للأمر نظرة شاملة. ثالثا، رفض فكرة الوطن لأنها في نظرية مقابل الخلافة أو الأمة، نعلق عليها إن شاء الله الجمعة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك.